اقرأ باسم ربك الذي خلق. Kitap okumanın önemi ve yararı nedir? Kitap okumak her insan için çok önemlidir. Hem gençler için hem de orta yaş ve yaşlı insanlar için çok faydası vardır. Öğrenciler için özellikle faydaları saymakla bitmez. Mesela derslerinde ciddi bir yardımcıdır bu. Çünkü öğrenciler hayatı yeni tanıdıkları için hayatta karşılaşabilecekleri zorlukları daha önce bu zorlukları aşmış insanların kitaplarını okuyarak hızlı bir şekilde aşabilirler bu zorlukları. Derslerine zaten faydası da tartışılmaz. Özellikle dil derslerine, Türkçe, İngilizce, Arapça, Kürtçe derslerine inanılmaz bir faydası vardır. Fikir noktasında ise çok ciddi insanı ileriye götürür kitaplar. Yani bir kitap okudum, hayatım değişti, işte bu kitap benim hayatımı değiştirdi şeklinde bunu söyleyen çok insan duymuşumdur ben. Bizden güzel bir soru sordular. O da kitabın faydası, okumanın faydası ne? O da öğrencinin fikrini daha açık eder. Daha fikrini geliştirir. Ona göre ben tavsiye ederim anne babalara kitap okusunlar da aynı öğrencilerle 15 dakika, günde 15 dakika oturdukları salonda ayrı başka bir yerde kitapları hepsi bir anda çıkartsınlar. Hangi kitap olursa, Arapça, Türkçe, İngilizce, hangi kitap olursa 15 dakika okusun, fikri daha iyi olur. Anne babaların da yardımıyla kitap okumayı öğrencilere tercih etsin. Çünkü kitap okumanın faydası çok önemlidir. Tekrar edin, kitap okumak öğrencini daha eleştirir. Sağ olun. يفيد بشكل عام لجميع الطبقات، يفيد المستوى العلمي ومستوى المناقشة ومستوى الحضور في الاجتماعات الرسمية، مما يدل على ثقافة الشخص وإدراكه واطلاعه على الأمور كافة، اطلاعه على الشؤون العلمية والعملية، وهذا ما يفيد في حياته العامة. في المستقبل عندما تكون هناك مناقشات في مؤتمرات أو في ندوات فمن الممكن أن يطلع أو يعلم هذا الشخص ما يدور في المناقشات والأمور الداخلية. عليه نوصي أعزائنا الطلبة بالاهتمام بدراسة والاطلاع على الكتب الخارجية إضافة إلى الكتب العلمية المنهجية مما يساعدهم على الحصول على الشهادات العليا مستقبلا ان شاء الله، ونتمنى لكم الموفقين. دواروس كمال جامان بودروسكا بس هيكي شيء بس هيكي أكاديمي أكتيفانا إيش لسه بتكتب عندهم كاتو إنسا
انسان تا مروح بتواني هبي بتوان كتابي بتواني هبي بتوان كتابي دركي بخوينه توا چندين كتاب بخوينه توا وانا دوله ما نبي لروي ثقافه توا شي لروي زمان المطالعة الخارجية بالنسبة للطلاب كلش مهمة. هذه المطالعة تقوم يعني توسيع آفاق الطالب. يعني المطالعة الخارجية احنا من نقصد المطالعة الخارجية يعني مو شرط يكون هذه المطالعة من ضمن المنهج، ولكن ان يكون المطالعة الخارجية حتى تقوي هذه المطالعة تقوي الطالب من الناحية الفكرية ومن الناحية الأدبية ومن الناحية اللغوية أيضا. فلذلك المطالعة الخارجية كلش مهمة. احنا عندنا برنامج، عندنا مثلا مدرسة جار الساعة الأولى من أول درس كل يوم الساعة الأولى 15 دقيقة مطالعة خارجية. فنتمنى من الطلاب أن يلتزمون بهذا الوقت حتى يكونون يعني يستفيدون من هذا الوقت، لأنه هذا الوقت أيضا مهم للطالب. تدرون يعني الوقت من ذهب، فنستغل كل دقيقة من هذا الوقت حتى للمطالعة الخارجية. صديق العزيز الحبيب اللبيب الذي هو الكتاب. ولهذا قال قديما الجاحظ، هذا العالم الجليل الذي مات تحت أنقاض الكتب عندما سقطت عليه مكتبته، قال هذه المقولة الشهيرة والتي بقت خالدة إلى يوم القيامة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، قال خير جليس في الزمان كتابه. لماذا أيها الأحبة؟ لأن الكتاب لا يجرح ولا يقدح، وإنما كلما أطلنا الجلوس معه كلما ازددنا علما ومعرفة وثقافة، ويعز علينا أن نفارقه. هذه الكلمات نقولها لكل إنسان عاقل، فمن هذا المنبر ندعو طلابنا الأعزاء أن يهتموا بالمطالعة الخارجية. كتابلار رهن قداسدر. العلم نور وموجه له ظلام.